يحتفل العالم في 15 من شهر أبريل من كل عام باليوم العالمي للمختبرات الطبية، والذي تم إقراره من قبل الفيدرالية الدولية لعلوم المختبرات الطبية في الكونغرس العالمي الخاص بها في أوسلو سنة 1996، وذلك تقديراً وإبرازاً للدور الهام الذي تقوم به المختبرات الطبية في تشخيص الأمراض ووضع خطة علاج للمرضى. ويكون شعار الاحتفال هذه السنة العاملين بالمختبرات الطبية أوصياء على جودة العمل وسلامة المرضى. ومما لا شك فيه أن جودة العمل بالمختبرات الطبية يعتبر من الركائز الأساسية للعمل في المختبرات، وذلك لضمان صحة ودقة النتائج الفحوصات المخبرية المقدمة. ويتم تطبيق نظام الجودة بصفة يومية خلال إجراء جميع الفحوصات المخبرية في المختبرات التابعة لوزارة الصحة، كما تم إدراج جميع المختبرات الطبية التابعة لوزارة الصحة في أنظمة ضبط الجودة الخارجية، والتي يتم من خلالها مقارنة نتائج الفحوصات المخبرية لدينا بمختبرات مرجعية عالمية حسب المعايير العالمية المتبعة. كما أن تضع المختبرات الطبية سلامة المرضى من ضمن أولوياتها، حيث يتم تطبيق سياسة التعريف بالمريض منذ بداية أخذ العينة من المريض أيا كان نوعها، مرورا بإجراء الفحص المخبري حتى الانتهاء من إصدار النتائج للمرضى. ويسرني فيها بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع العاملين بالمختبرات الطبية من فنيين وأطباء وإداري، وذلك للمجهود الجبار الذين يقومون به للارتقاء في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، سواء كانوا في مختبرات وزارة الصحة أو وزارات الدولة الأخرى أو المختبرات التابعة للقطاع الطبي الأهلي. كما يسر إدارة خدمات المختبرات الطبية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة ومجلس أقسام المختبرات الطبية وقسم المختبرات الطبية بمستشفى الولادة بإقامة فعالية اليوم العالمي للمختبرات الطبية في مجمع الأفينيوس بتاريخ 15 أبريل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، حيث يسرنا استقبال جمهورنا الكريم بتعريفهم بالخدمات التي تقدمها المختبرات الطبية التابعة لوزارة الصحة، والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم الخاصة بالفحوصات المخبرية. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم نحتفل باليوم العالمي للمختبرات الطبية يصادف 15 أبريل من كل عام. شعارنا لهذه السنة هو لنكن أوصياء على جودة المختبرات الطبية وسلامة المرضى. طبعا هذه الفعالية اللي نسقتها إدارة خدمات المختبرات الطبية بالتعاون مع قسم مختبر مستشفى الولادة للأفينيوس لنعرف الجمهور الكريم حول عن عمل المختبرات الطبية، لأن العاملين بالمختبرات الطبية من أطباء وفنيين وإداريين هم الجنود المجهولة وراء الكواليس، والمريض لا يعرف عنهم شيء غير أن الطبيب يقوم بطلب الفحوصات المخبرية لتشخيص الأمراض ووضع الخطة العلاجية ومتابعتها، وتقوم الخطة العلاجية لكل مريض بناء على نتائج فحوصاته.